بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. سأله سبحانه وتعالى أن ينجي المستضعفين من المسلمين في أرض فلسطين وفي كل بلاد الأرض. اللهم آمين. في الدرس الماضي والذي قبله كان الكلام حول المستثنى، كان الكلام حول المستثنى. ذكرنا أن أدوات الاستثناء تنقسم إلى أربع مجموعات. القسم الأول ما كان حرفا باتفاق وهو إلا، القسم الثاني ما كان اسما باتفاق وهو غير وسوى بلغاتها الأربع، القسم الثالث ما كان فعلا وهو ليس لا يكون، والقسم الرابع ما كان مترددا بين الفعلية والحرفية. في الدرس الماضي تكلمنا حول إلا وحالات المستثنى بإلا، تارة يجب نصبه، تارة يجوز النصب ويجوز الإتباع على البدلية، ويكون الإتباع على البدلية أرجح إذا كان الاستثناء متصلا، وأما إذا كان الاستثناء منقطعا فإن الحجازيين يوجبون النصب، وبنو تميم يجوزون النصب لكن يجعلون الإتباع بني تميم يجوزون الإتباع لكن يجعلون النصب أرجع. وأما إذا كان الكلام منفيا ناقصا وهو الذي يسمى الاستثناء المفرغ، فإن ما بعد إلا يعرب حسب موقعه في الجملة. هذا درسناه فيما سبق، اليوم نشرع إن شاء الله في ختم هذا الباب، باب المستثنى. فنتكلم على غير وسوى، نتكلم على ليس لا يكون، نتكلم أيضا على عدا خلا حاشا. قال رحمه الله تعالى: والمستثنى بغير وسوى بلغاتها مجرور بالإضافة، ويعرب غير وسوى بما يستحقه المستثنى بإلا، فيجب نصبهما في نحو قاموا غير زيد. انتبه معي، المستثنى بغير وسوى الكلام فيه من زاويتين، نتكلم فيه من جهتين. الجهة الأولى كيف تعرب غير وكيف تعرب سوى. إذن سنتكلم عن إعراب غير وسوى، ونتكلم عن إعراب الاسم الذي بعدهما. واضح أو لا؟ أما الاسم الذي بعد غير وسوى هذا فإنه يكون دائما مجرور، يكون دائما مجرورا بهما أي بغير وسوى، مضاف ومضاف إليه. إذن غير وسوى دائما مضاف، ما بعدهما مضاف مضاف إليه، أما غير وسوى فلهما حكم المستثنى بإلا. الحالات الثلاث: إذا كان الكلام تاما موجبا وجب النصب، إذا كان الكلام منفيا تاما جاز الإتباع وجاز النصب، إذا كان الكلام منفيا ناقصا كان الإعراب على حسب الموقع في الجملة. هذا بالنسبة
لغير وسواه. أما ما بعدهما فهو مجرور بكونه مضافا إليهما. جيد. قال هنا: والمستثنى بغير وسوى بلغاتها مجرور بالإضافة، أي فيكون المستثنى بهما مضافا، فيكون المستثنى بهما مضافا إليهما. تمام. قال: ويعرب غير وسوى بما يستحقه المستثنى. إذن غير وسوى يعرب نفس إعراب المستثنى بإلا، بما يستحقه المستثنى بإلا. ثم فصل لك قال: فيجب نصبه، يجب نصبهما. نصب ماذا؟ نصب المستثنى بغير، نصب المستثنى بسوى. واضح؟ فيجب نصبهما في نحو قاموا غير زيد. انظر المثال: قاموا غير زيد، قاموا غير زيد. كيف تعرب؟ قاموا فعل وفاعل، فعل وفاعل. الكلام هنا مثبت، لم يسبق بنفي ولا بشبه نفي، تام، لأن المستثنى منه مذكور، إذن هنا يجب النصب. إيش بتقول في إعراب غير؟ ها؟ اسم استثناء منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة. اسم استثناء منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة. جيد. وهو مضاف، وهو مضاف. زيد مضاف إليه مجرور، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قاموا غير زيد. واضح؟ واضح هذا؟ طيب، مثال ثاني في سوى. لو قلت مثلا: فاز الطلاب سوى سعيد، كيف تعرب؟ فاز الطلاب فعل وفاعل، سوى اسم استثناء منصوب، وعلامة نصبه ايش؟ فتحة مقدرة. لماذا مقدرة؟ للتعذر. صح. وهو مضاف، سعيد مضاف إليه مجرور. واضح؟ هذه الحالة الأولى إذا كان الكلام مثبتا تاما. قال رحمه الله: كما في نحو ما قاموا، عفوا، كما في نحو قاموا غير زيد وسوى زيد. الحالة الثانية ممكن تكتب هنا اثنين: ويجوز الإتباع والنصب كما في نحو ما قاموا غير زيد، غير زيد وسوى زيد. هذه الحالة الثانية. ويجوز، قال ويجوز الإتباع. الإتباع لماذا؟ للمستثنى منه. واضح؟ ويجوز الإتباع للمستثنى منه. والنصب، أي ويجوز النصب على الاستثناء. متى؟ إذا كان الكلام منفيا تاما. ما مثاله؟ قال: ما قاموا ما قاموا غير زيد، ما قاموا غير زيد. غفار، أعلى بالجملة الأولى، ارفع الصوت. ما حرف نفي،
نعم ما نافية قاموا فعل وفاعل نعم غير أيوة اسم استثناء منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف وزيد زيد مضاف إليه جيد طيب هذا على إيش على الوجه الأول وهو وجه إيش النصب هذا وجه النصب هذا وجه النصب طيب أعرب غفار أعرب الوجه الثاني ما نافية قاموا فعل وفاعل غير بدل من ماذا أحسنت من الواو من المستثنى منه مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره واضح هذا الوجه الثاني وجه إيش الإتباع تمام وهو مضاف زيد مضاف زيد مضاف إليه جيد ولا لا لو سألتك يا غفار أي الوجهين أرجح هنا هل وجه النصب أرجح أو وجه الإتباع أرجح أيهما أرجح الإتباع أرجح هنا ما نوع الاستثناء متصل أو منقطع ها متصل إذن الإتباع أرجح هذا أرجح وهذا فصيح مرجوح واضح ولا لا فهمنا طيب إذا كان الاستثناء منقطعا كأن تقول ما قاموا كيف ستكون القاعدة هنا كيف ستكون القاعدة هنا ها رزق تكلم يا رزق هنا يجب النصب عند من إذن ستقول عند الحجازيين يجب النصب عند بني تميم ها النصب أرجح النصب أرجح ويجوز الإتباع نفس الخلاف بحذافيره يأتي هنا بعدين تقول مضاف ومضاف إليه جيد قال هنا ويعربان من ومن المستثنى بغير ويعربان غير وسوى صحيح ويعربان غير وسوى بحسب العوامل في نحو ما قام غير زيد وسوى زيد انظر ما قام غير زيد ما أكرمت سوى سعيد هابيل أعرف المثال الأول ما نافية حرف نفي جيد قام فعل ماضي مبني على الفتح ما قام غير زيد غير فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره يعرب حسب موقعه في الجملة وهو مضاف وزيد مضاف إليه ما أكرمت سوى سعيد أين رفقي أعرب ما نافية أكرمت فعل وفاعل سوى مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة للتعذر جيد وهو مضاف سعيد مضاف إليه اتضح هذا جيد أريد أن أقول لك شيئا أن غير سوى هذه من الأسماء الموغلة في الإبهام أسماء موغلة في الإبهام يعني الإبهام متجذر فيها قوي فيها ولذلك حتى إذا أضيفت إلى معرفة لا تتعرف فهمت؟ غير وسوى أسماء موغلة في الإبهام
الإبهام فيها قوي جدا، حتى إذا أضيفت إلى معرفة لا تتعرف. نحن نعرف أن كتاب نكرة إذا أضيف إلى معرفة قلت هذا كتابك، أصبح معرفة، لأن ما أضيف إلى المعرفة يصبح معرفة. لكن غير وسوى لا، غير وسوى ومثل وشبه ونظير، هذه الكلمات غير سوى شبه نظير مثل، هذه الكلمات حتى لو أضيفت إلى معرفة لا تصبح معرفة. ولذلك لو قلت مثلا زارني غيرك، غيرك هنا أضيف إلى ضمير، هذه نكرة، حتى بإضافتها إلى ضمير لا تصبح معرفة. هذا من باب الفائدة، هو خارج الدرس لكن من باب أن تستفيدوا أن غير سوى مثل شبه نظير هذه الأسماء موغلة، موغلة يعني التنكير فيها قوي، يعني وصلت إلى عمق التنكير، مثل جلد الكلب، تعرف جلد الكلب حتى لو دبغ لا يطهر، فهمت ولا لا؟ جلد الكلب والخنزير حتى لو دبغ لا يطهر، يعني الدباغ لا ينفع فيه. وهذا غير وسوى الإضافة إلى المعرفة لا تنفع فيه، فهمت؟ نفس الفكرة التي عند الفقهاء هنا، جيد ولا لا؟ إذن هذه موغلة في إيش؟ موغلة في التنكير، عليكم نور، أحسنتم. قال هنا ويعربان بحسب العوامل في نحو ما قام غير زيد، غير هنا فاعل، وسوى زيد، سوى هنا فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة للتعذر، وما رأيت غير زيد، غير ما يعرب غير هنا يا خطاب، ما رأيت غير زيد مفعول به منصوب، ما رأيت سوى زيد مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره للتعذر، ما مررت بغير زيد مجرور، صح؟ ما مررت بسوى زيد أيضا مجرور، علامة جره كسرة مقدرة. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم لا يستوي القاعدون من المؤمنين أولي الضرر. من يقرأ الآية؟ ما ضبط غير هنا؟ ما ضبط غير؟ بالرفع بالنصب بالجر؟ أقرأ الآية. بالرفع لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير بالرفع، هكذا أو هكذا أو هكذا، ثلاث قراءات، واضح؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير غير غيري، ثلاث قراءات، أولي الضرر. كيف تعرب؟ انتبهوا معي، إذا قرأت بالرفع فإن غير، طبعا الكلام هنا إيش؟ منفي تام. القاعدة الثانية من قواعد المستثنى بإلا، صح؟ يجوز النصب ويجوز الإتباع. إذا قرأت بالرفع سيكون هذا بدلا من القاعدون، جيد ولا لا؟ فهمنا؟ وإذا قرأت بالجر سيكون بدلا من المؤمنين، وإذا قرأت بالنصب سيكون على الاستثناء، فهم؟ واضح؟ إذن الأوجه هنا صحيحة، إما أن تجعل غير على الإتباع بالرفع من القاعدون، أو تجعل غير بالجر على الإتباع من المؤمنين، أو تجعل غير بالنصب على الاستثناء، جيد؟ قال هنا وإذا مدت سوى، نحن مر معنا أن سوى فيها كم لغات؟ أربع،
سوى هدى، سوى رضا، سواء سماء، سواء بناء، أربع لغات. ما الفرق بينها؟ عندك سوى، سوى، سواء، سواء. إذا جاءت سوى، سوى، الإعراب مقدر. أما إذا جاءت سواء، سواء، الإعراب ظاهر. هذا واضح بالنسبة لكم، جيد. هو يريد أن يقول لك هذا. قال: وإذا مدت سوى، كيف في المد؟ كيف ستكون؟ سواء، هكذا، سواء، هكذا، آخرها همزة سيكون، ليس ألف. قال: كان إعرابها ظاهرا، سواء مدت بفتح السين أو مدت بكسر السين، في الحالتين إعرابها ظاهرا. وإذا قصرت، سواء قصرت بفتح السين بكسر السين، كان إعرابها مقدرا على الألف، أي للتعذر. هذا واضح. ثم قال: انتهينا من هذا، من غير وسواء. قال: وأما والمستثنى بليس ولا يكون منصوب لا غير، لأنه خبرهما نحو قام القوم ليس زيدا ولا يكون زيدا. أظن لا تحتاجون إلى هذا، صح؟ نمسح هذا، صح؟ سهل، ما يحتاج نمسح ونصور لكم. نصور قال رحمه الله تعالى: والمستثنى بليس ولا يكون منصوب لا غير، لأنه خبرهما نحو قام القوم ليس زيدا. قام القوم ليس زيدا. المثال الثاني: قام القوم لا يكون زيدا. كيف تعرب؟ قام فعل ماضي، القوم فاعل، ليس ما إعرابه؟ فعل ماض ناقص، صح؟ فعل ماض ناقص. اسمه محذوف وجوبا، زيدا خبر ليس
منصوب هكذا يعرب. طبعا تقول هنا فعل ماضي ناقص دال على الاستثناء، فعل ماضي ناقص دال على الاستثناء يدل على الاستثناء. قام القوم فعل وفاعل لا يكون لا نافية، يكون فعل ماض ناقص عفوا فعل مضارع ناقص مرفوع علامة رفعه الضمة، واسمه محذوف وجوبا، صح؟ زيدا خبر يكون منصوب علامة نصبه ايش؟ الفتحة. واضح له؟ لا هذا صح. مرة معنا شاهد له في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شرح الكفراوي، من يذكر الشاهد؟ ليس السن والظفر، واضح؟ ما أنهر الدم، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، ليس السن، تمام؟ نفس الإعراب، خبر ليس منصوب، جيد. قال رحمه الله تعالى: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا. خلا هذه الثلاث، خلا عدا حاشا، هذه الثلاث بينهما فرق يسير. أما خلا وعدا النصب بهما كثير، والجر بهما قليل، وأما حاشا فالجر بها كثير والنصب بها قليل، ولذلك أنكره سيباويه. سيباويه قال حاشا هذه حرف جر، واضح ولا لا؟ فالنصب بها قليل بخلاف خلا عدا، النصب فيهما كثير أو بهما كثير، الجر بهما قليل. فهمتم هذا؟ هذه المسألة الأولى تتعلق بخلا عدا حاشا. المسألة الثانية: هذه الثلاثة إذا لم تسبق بما كانت حروف جر، كانت حروف جر شبيهة بالزائد، ليس كحروف الجر الأصلية، ليس حرف جر أصلي، حرف جر شبيه بالزائد. الذين درسوا معي الكفراوي يعرفون الفرق بين حرف الجر الأصلي، حرف الجر الزائد، حرف الجر الشبيه بالزائد. الذين لم يدرسوا أبشرهم سندرس المخفوضات قريبا، سنذكر هذا، واضح؟ أهم فرق أن حرف الجر الشبيه بالزائد هذا لا يحتاج إلى ما يتعلق به، لا يحتاج إلى متعلق، حرف الجر الشبيه بالزائد لا يحتاج إلى متعلق، بخلاف حرف الجر الإيش؟ الأصلي يحتاج إلى متعلق. إذن هذه خلا عدا حاشا إذا كانت حروف جر فإنها ماذا؟ تكون حروف جر شبيهة بالزائد، بالتالي لا تحتاج إلى متعلق. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: الاستثناء بهذه الأدوات لا يكون إلا
متصلا. الاستثناء بهذه الأدوات، الاستثناء بخلا، الاستثناء بعدا، الاستثناء بحاشا، لا يكون إلا إيش؟ فلا يصح أن تقول لا يصح قام الناس خلا حمار، هذا لا يصح، هذا لا يصح. لا يكون الاستثناء بهذه الأدوات الثلاث إلا استثناء متصلا، لا يكون منقطعا. إذن لو قلت لك أذكر المسائل الثلاث التي ذكرتها لك تتعلق بخلا عدا حاشا. المسألة الأولى أن خلا وعدا النصب بهما كثير والجر بهما قليل، بخلاف حاشا، حاشا الجر بها كثير، بل أنكر الإمام سيباوي رحمه الله النصب حاشا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذه إذا لم تسبق بما جاز أن تكون حروف جر، وإذا كانت حروف جر فإنها تكون حروف جر شبيهة بالزائد، وبالتالي لا تحتاج إلى ما تتعلق به. جيد. المسألة الثالثة أن الاستثناء بهذه الأدوات الثلاث لا يكون إلا استثناء متصلا، لا يكون استثناء منقطعا. واضح يا فقيه؟ جيد، تمام. انظر ماذا قال هنا. قال رحمه الله: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جره ونصبه. ممكن أنت تقول القاعدة فيها في هذه الأدوات كالآتي: إذا سبقت بما المصدرية تعين كونها أفعالا، تعين كونها أفعالا، فاعلها مستتر وجوبا، ها انتبه معي، وما بعدها مفعول به. إذا سبقت بما المصدرية تعين كونها أفعالا، لابد أن تكون أفعالا. لماذا؟ لأن ما المصدرية لا تسبق إلا الأفعال. فاعلها مستتر وجوبا، ما بعدها يتعين أن يكون مفعولا به. مثاله تقول: جاء القوم ما خلا زيدا. هنا سبقت بما، يتعين أن يكون خلا فعلا ماضيا، فتقول خلا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر يدل على الاستثناء. جيد. فاعله مستتر وجوبا، زيدا مفعول به منصوب. جيد ولا لا؟ مفعول به منصوب. إذن إذا سبقت بما ترتب على ذلك ثلاثة أحكام: أن تكون فعلا، أن يكون فاعلها مستتر وجوبا، أن يكون ما بعدها مفعولا به. وإذا لم تسبق بما، وإذا لم تسبق بما جاز كونها حرف جر وجاز اعتبارها فعلا. واضح؟ جاز كونها حرف جر، أي حرف جر شبيه بالزائد، ما بعدها اسم مجرور، وجاز أن تكون فعلا، فاعله فاعلها مستتر وجوبا، ما بعدها مفعول به. مثاله: جاء القوم خلا زيد، خلا زيدا.
جاء فعل فا جاء فعل القوم فاعل خلا هنا خلا حرف جر زيد اسم المجرور خلا هنا على الوجه الثاني فعل ماضي فاعله مستتر زيد ولا لا زيد مفعول به منصوب جيد نعم طبعا لما أقول الفاعل مستتر هنا الفاعل مستتر هنا يعود على ماذا منهم من قال الفاعل مستتر يعود على المستثنى منه الفاعل مستتر يعود على المستثنى منه رونا الفاعل مستتر يعود على المستثنى منه هذا رأي منهم من قال الفاعل مستتر يعود على اسم فاعل يفهم من الفعل الفاعل مستتر يعود على اسم فاعل يفهم من إيش؟ من الفعل هنالك رأي ثالث أسهل من هذا وذاك يقول تبه الرأي الثالث هذا أعجبني جدا يعني سهل يقول خلا هذه عندما تقع فعلا لا تحتاج إلى فاعل ولا إلى مفعول لأنها حينئذ تكون فعلا بمنزلة إلا وبالتالي تعرب خلا أداة استثناء زيدا مستثنى بخلا بس لا تقول لا فاعل لا مفعول فهمت ولا لا صاحب كتاب جامع الدروس العربية كتاب معروف جاء إلى هذا الرأي وقال هذا نهاية الحذق والتحقيق هذا الرأي لا تحتاج إلى فعل لا تحتاج إلى فاعل ولا تحتاج إلى مفعول لكن نحن سندرس المشهور المشهور أن الفاعل مستتر وجوبا وأن ما بعدها يكون مفعولا به جزما قطعا إذا سبقت بماء وجوازا إذا لم تسبق بماء فهمت؟ قال هنا نحو قام القوم خلا زيدا شوف هذا خلا زيدا زيدا هنا مفعول به وخلا زيد هنا اسم مجرور وعدا زيدا مفعول به وعدا زيد اسم مجرور وحاشا زيدا مفعول به وحاشا زيد اسم مجرور قال وإن جررت فهي حروف جر نقول فهي حروف جر شبيهة بالزائدة لأنها لا تحتاج إلى متعلق واضح وإن نصبت فهي أفعال إلا أن سيباوي لم يسمع في المستثنى بحاشا إلا الجر المستثنى بحاشا هذا لم يسمع فيه إلا الجر ولذلك الجر به كثير النصب به قليل حاشا فهمت؟ نعم قال رحمه الله وتتصل ما بعدا وخلا فيتعين النصب إذا اتصلت بها ما تعين أن تكون أفعالا أن يكون فاعلها مستتر وجوبا أن يكون ما بعدها مفعول به منصوب قال فيتعين النصب ثم قال ولا تتصل بحاشا يعني ما هذه لا تتصل بحاشا ظاهر العبارة أن ما لا تتصل بحاشا مطلقا مطلقا لكن ناظم الأجرومية العمريطي رحمه الله ذكر أن ما قد تتصل بحاشا ونظرت في بعض كتب النحو قالوا إن اتصال ما بحاشا موجود لكنه نادر من عنده هنا نظم الأجرومية موجود أو لا نظم الأجرومية موجود أين هنا أو في السكن في السكن موجود عندك يا ياسين ما شاء الله المنظومات كلها هنا انظر لنا البيت إذا وجدت منظومة الأجرومية انظر لنا البيت قال هنا وتتصل ما
ايش من ما هذه يا اخواني؟ المصدريه بعدا وخلا فيتعين النصب. ليش؟ لماذا يتعين النصب؟ لان ما هذه لا تسبق الحروف، تتعين للافعال. قال ولا تتصل بحاشا، تمام. طبعا من باب الفائدة، حاشا هذه وجدت لا توجد المنظومة، لا بأس خلاص. على كل حال هو ذكر هذا، ونظرت في كتب النحو قالوا إن اتصال ما بحاشا موجود لكن نادر جدا. هنا جزم بأنه غير موجود أصلا، يعني قال ولا تتصل بحاشا، تمام. قلت لك حاشا هذه تستعمل للاستثناء فيما ينزه فيه المستثنى عن مشاركة المستثنى منه. أكتب هذا، تستعمل حاشا في الاستثناء فيما ينزه المستثنى عن مشاركة المستثنى منه. واضح؟ إذن هي ستفيد معنيين، تفيد الاستثناء وتفيد تنزيه المستثنى. واضح يا حسن؟ تفيد الاستثناء وتفيد ماذا؟ تنزيه المستثنى. ما مثاله؟ تقول أهمل الطلاب دروسهم، تمام، حاشا حسن. واضح ولا لا؟ أهمل الطلاب دروسهم حاشا حسن. عندنا حسنان هنا، اسمك حسن أو لا؟ نعم. أهمل الطلاب دروسهم حاشا، إيش بتقول؟ حاشا حسن، صح؟ بالجر، الجر بها كثير. أهمل الطلاب دروسهم حاشا حسن. إذن هنا أفادت شيئين، أفادت الاستثناء وأفادت تنزيه حسن عن مشاركة الطلاب في الإهمال. حسن لا يهمل، ليس مثل بقية الطلاب. واضح ولا لا؟ واضح ولا؟ اتضح المثال؟ جيد، المثال بس. نعم. قال هنا تقول قام القوم ما عدا زيدا وقال لبيد. لبيد شاعر جاهلي عاش ما يزيد على 150 سنة، أدرك الإسلام وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وكان شاعرا مكثرا في الجاهلية، فلما سمع القرآن امتنع عن قول الشعر وقال كيف أقول الشعر وبين يدي كتاب الله، يعني خلاص نكتفي بالقرآن. من شعره هذا الشطر من البيت، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كيف الإعراب؟ ألا حرف استفتاح، ألا حرف استفتاح، كل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ألا كل وهو مضاف، شيء مضاف إليه، ألا كل شيء، ما مصدرية، ألا كل شيء ما خلا مصدرية ظرفية، خلا فعل ماضي يتعين أن يكون فعلا هنا لأنه سبق بما، فاعله أو فاعلها مستتر وجوبا، الله مطلوب للفعل منصوب بتعبير على طريقة النحاة مفعول به. واضح؟ باطل خبر كل مرفوع، ألا كل شيء ما خلا الله باطل،
ايش تتمة البيت؟ موجود عندكم في المتن؟ موجود في المتن. عندي عمل بين معكوفين إشارة لأنه غير موجود زيادة. وكل نعيم لا محالة زائل. وكل نعيم، كل مبتدأ وهو مضاف، نعيم مضاف إليه مجرور، لا محالة، لا نافية للجنس، محالة اسم لا منصوب، لا محالة خبر لا محذوف تقديره لنا، لا محالة لنا. واضح؟ وهذه الجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. الجمل الاعتراضية لا محل لها من الإعراب، من الجمل السبع التي لا محل لها من الإعراب. أقسمت أي آليت والقسم بر، لو تاب من عصى لعز وانتصر. صح؟ جيد. زائل خبر كل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إلا نعيم الجنة لا يزول، نعيم الجنة لا يزول لإبقاء الله عز وجل له. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. انتهى الدرس. قال رحمه الله تعالى: باب خبر كان واسم إن وخبر الأفعال، أفعال المقاربة. قال: وأما خبر كان وأخواتها كقوله تعالى: وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا. إمام أعرب. الواو بحسب ما قبلها. كان غير موجود في الكتاب. وكان ربك قديرا. كان معرب كان فعل ماضي ناقص. أحسنت. مبني على الفتح. ربك اسم كان مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. قدير خبر كان منصوب. خبر كان منصوب. أين الشاهد يا ياسين؟ هو يتكلم على ماذا هنا الآن؟ قال: باب خبر كان. أين الشاهد؟ وكان ربك قديرا. قديرا هذا خبر كان منصوب. واضح ولا؟ انتبهوا معي. قال: وأما خبر كان وأخواتها وخبر الحروف المشبهة بليس، مثل ما هذا بشرا. بكري أين خبر ما؟ ما هذا بشرا. بشرا ما هنا عامل عمل ليس لتحقق الشروط. إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك. واضح؟ بشرا خبر ما منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهذه من أصرح الآيات التي تدل على أن ما تعمل عمل ليس. هذه الآية والآية الأخرى في سورة المجادلة: ما هن أمهاتهم. جيد. وخبر أفعال المقاربة كقوله تعالى: وما كادوا يفعلون. وما كادوا يفعلون. أين الخبر يا خطاب؟ أين الخبر عبد الرحمن؟ أين الخبر؟ جملة يفعلون. لأن كاد لا يكون خبرها إلا فعلا مضارعا. صح. ماذا قال ابن مالك في الألفية؟ ها؟ ككان كاد وعسى لكن در غير مضارع لهذين خبر. لكن ندر، نادر أن يكون الخبر غير مضارع، الخبر في الغالب مضارع. ككان
كاد وعسى، ككان كاد وعسى، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، واضح ولا لا؟ وإلا سمع عسيت صائما. وكاد اقتران أن بخبرها قليل، ولذلك لا يوجد في القرآن أن خبر كاد الفعل هذا مقترن بأن، لا يوجد في القرآن. أما عسى فاقتران أن بخبرها كثير، ولذلك لا يوجد في القرآن خبر عسى إلا مع أن، فعسى الله أن يأتي بالفتح، عسى أن يبعثك ربك إلى آخره، وهذا درسناه أيضا. واسم إن وأخواتها، قال الله عز وجل واعلموا أن الله غني حميد، الشاهد أن الله غني حميد. اسم أن، أين اسم أن؟ أين اسم أن؟ اسم الجلالة الله، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه سد ما سد مفعولي، صح ولا لا؟ اعلموا أن الله مفعولي عالما، هكذا ولا؟ جيد. يا غازي لماذا تأخرت؟ أنا قلت لك اجلس هنا. لا 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 أنسى، أنا أتذكر، أنا قلت لك هنا أو لا؟ عد إلى هنا، أريدك في الأمام. جيد. واسم لا، اسم لا منصوب، صح، مثاله في القرآن لا ريب فيه، ذلك الكتاب، هنا 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 هنا، تقدم تقدم هنا. أيوة أيوة، أين الطاولة؟ ما في طاولة؟ خذ هذه، ها خذ هذه، خذ. لا ريب فيه، لا نافية للجنس، ريب اسمها، فيه جار مجرور خبر لا نافية للجنس. جيد. أيوة هكذا أحسنت. أيوة، لكن أبقي لي وجه مصطفى حتى أنظر إليه، أحب أن أنظر لوجه مصطفى. قال هنا، قال واسم لا التي لنفي الجنس، قال فتقدم الكلام عليها في المرفوعات، هذه كلها مرت، مر الكلام عليها. وأما التوابع فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. باب المحفوظات من الأسماء. المحفوظات ثلاثة: محفوظ بالحرف، محفوظ بالإضافة، وتابع للمحفوظ. هذا مفتتح الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.